اللي مهم فيها وهو أنه منظمة من طرف مركز ديال الأبحاث، معناتها بأنه كتمكننا من أن تكون مقاربة علمية للإشكال المعقد ديال الحركات الاجتماعية والاحتجاجية، لأنه غادين بجوج في نفس السياق في ظروف جد معقدة من ناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يعني فين ما مشيت. فإذا كاين من جهة واحد النوع ديال السخط على الوضع طبيعي، لأنه الوضعية الاجتماعية ديال الناس دورات، وما كاينش الإمكانية ديال الفضاءات اللي يمكن يكون فيها تعبير حر على هذا السخط اللي عنده. وبالتالي في هذه الحالة كيخص تكون آليات، هذه الآليات ديال الوساطة اللي تدخل بخيط بيض باش تلقى الحلول ما بين مجتمع يتظاهر في الشوارع بشكل عشوائي أحيانا وما بين الدولة. هاد الآليات ديال الوساطة عندهم إشكالات وعوائق باش يمكن فعلا أنه الدولة تسمع لهم، فكيديروا توصيات أحيانا مزيانة، أحيانا كيحاولوا يغطيو على المشاكل الحقيقية لأنه عندهم اعتبارات سياسية، ولكن الدولة ما كتسمع. فكيف يمكن اليوم باش يمكن أنه يوقع هذا الحوار ما بين المجتمع وما بين الدول عن طريق أو ماشي عن طريق الآليات ديالنا؟ فإذا نحن بصدد هذا التساؤل، واش الدولة عندها هذا الاستعداد من أجل حل مشاكل المواطنين ومن أجل الاستماع ماشي الإشراك، خاص المشاركة المباشرة والفعلية والمؤسساتية في السياسات العمومية باش يمكن نتجاوزوا هذا الوضع المعقد والمركب والصعب المؤزم اللي احنا فيه. الجدول اللي كتقام في المعرض الدولي بمدينة الرباط حول الحركات الاجتماعية والوسائط الاجتماعية، دونك الوسائط الاجتماعية منها النقابات، منها الجمعيات ولا ما نسميه الآن في المجتمع المدني، ومنها كذلك جمعيات لغير رسمية، غير رسمية بمعنى كالتنسيقيات مثلا اللي ما عندهاش ان سيبور جوريديك، اللي ما عندهاش واحد ان سيبور جوريديك، ما عندهاش قوة قانونية ولا ما معترفش بها من طرف الدولة باش نكون. دونك هادو هما اللي ولاو كيلعبوا الدور اللي مهم وكبير، هذا ما كيعنيش بان النقابات ما كيلعبوش دور كبير، ولكن هادو ولات عندهم اشكال جديده، مطالب جديده، وكذلك تحركات جديده عكس النقابات ولو انها غير معترف بها. التنسيقيات الان الحكومه كتقول لك انا ما يمكنش لي نتحاور مع التنسيقيات، لان الحكومه كتحاور الا مع المؤسسات، يعني الاحزاب اللي كيشكلوا حتى هما وسيط اجتماعي، ولا النقابات ولا الجمعيات، الجمعيات فيها جمعيات البارترونا، جمعيات المجتمع المدني الى غير ذلك. دونك غادي نركزوا كذلك، غادي نركزوا على الايقاع اللي خداته اخيرا هذه الحركات الاجتماعيه في المغرب، وشنا هي الاشكال اللي بدات كتاخذها، واش عندها فعالية ولا لا. مثلا التنسيقيات ولو أنها غير معترف بهم قانونيا ولاو كيلعبوا دور لي مهم، ولاو مثلا هذا الأسبوع هذا التنسيقية تاع الناس اللي الراسبين في مباراة المحاماة كانوا تنظموا ولو في تنسيقية، كانت تحركات إلى غير ذلك، ووصلوا إلى نتيجة اللي مهمة هي إعادة هذا. ونفس الشيء نقولوه على الأساتذة اللي كيتسموا الأساتذة المتعاقدين، كما نقول لكم متقاعدين، الأساتذة المتقاعدين تا هما وصلوا، دازت عام عامين من النضالات ومن التحركات ومن الحوارات مع النقابة ومع
مع الحكومة وليس مع التنسيقيات حتى وصلوا الآن لحل اللي باقي ما كيرضيش الأساتذة، ولكن حل اللي إذا بغيتي في مستوى اللي مهم جدا. الندوة التي ينظمها المركز بتعاون مع مجلة دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية هي اولا مستمده من محور العدد اللي هو اشكاليه ديال الحركات الاجتماعيه وازمه اليات الوساطه، اللي بطبيعه الحال كترصد واحد الواقع عندنا في المغرب، هو اننا بقدر ما كتنفتح الفضاءات ديال الحريه وديال الاختيار ديال الناس اكثر ما كنوجدوا ان الديناميات التي اوكل اليها الدستور لعب ادوار الوسطه بين المواطن ومؤسسات الدوله لم تعد قادره على تاطير المواطن سواء كاحزاب كما انت تبرز ذلك من خلال نتائج الانتخابات او النقابات، من خلال الديناميات اللي كاينه اللي تعوضات الان بديناميات عفويه على المستوى الوطني من خلال التنسيقيات ما اصطلح عليه بالتنسيقيات، اللي في خلال هذه العقود الأخيرة أصبحت الوجه المعبر عن عدد من الفئات من عاطلين من الناس ديال التعليم الصحة إلى آخره. للإحصائيات تعطي أن الرقم مثلا بين سنة 2005 و 2013 انتقل من 5000 تظاهرة عفوية أو حركة اجتماعية غير منظمة من طرف الفاعلين إلى ما يقارب 20000 وحدة، وكنعتقد العدد الآن فاق بذلك بكثير سواء على المستوى المركزي او على المستوى الجهات. من هنا كان ضروره التفكير في هذه الاشكاليه، كيف نعالج هذا الخصاص في اليات الوساطه اللي اضفنا لها بطبيعه الحال اليات ديال الدوله، اي المؤسسات الوطنيه التي يفترض كذلك فيها ان تلعب هذه الادوار في مختلف المجالات التخصص بحال المجلس الوطني لحقوق الانسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي الى اخره. فهنا كتطرح اشكال لان كيولي المواطن او هذه الديناميات الاجتماعيه في مواجهه امنيه مباشره، وبالتالي كتزيد تهزز التصور اللي كاين على اننا امام مقاربه امنيه، في حين ان خلفيات هذه المقاربه هو الفراغ الذي نلاحظه في تاطير المواطن من خلال مختلف اليات ديالها. وهذا هو الداعي الى تنظيم هذا اللقاء مع هذه النخبه من الاساتذه المختصين والمشاركين في هذه الديناميات بحال الاستاذ كمال رشيق والبوز. لا الوصفه، ما كاين لا الوصفه، هي خصنا نفكروا فيها جميع، لان هذا تحدي ديال المجتمع بكامله، بالاحزاب ديالو، بالنقابات ديالو، بالمؤسسات ديال الدوله، بالتالي على الجميع والمجتمع المدني كذلك، بالتالي على الجميع التفكير بعمق في هذا التحدي، لان الافاق ربما قد تكون صعبه جدا، وحنا شفنا بعض المرات ملي كتكون انفجارات غير مضبوطه نصل الى انعكاسات ديالها على المستوى الاجتماعي والسياسي وعلى صوره البلد في مجال البناء الديمقراطي.